بعد سنوات من الشد والجذب في موضوع يعد من الطابوهات، خطت الجزائر أول خطوة في مسار إلغاء الدعم الاجتماعي، أين أقر مشروع قانون المالية لسنة 2022 وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة. هو لازم أولا وقبل كل شيء دراسات غامقة من ناحية المال ومن ناحية الشؤون الاجتماعية تاع الناس، وكذلك لازم يكون في تقارب كثير على مستوى البلديات اللي بيشوفوا القوائم وعلى مستوى الضمان الاجتماعي الموجود لكي يخرجوا بقوائم تكون قريبة جدا من يعني من الواقع الاجتماعي اللي موجودين فيه الملايين من الجزائريين، وهؤلاء الناس اللي يعتبروهم كفقراء سوف ينالوا من دعم مالي مباشرة في حسابهم أو بالصك. الجزائر تحول أزيد من 3250 مليار دينار جزائري سنويا نحو أجهزة الدعم المعممة ليستفيد منها الفقير ومتوسط الدخل والغني وحتى الأجانب، ما يثبت فشلها في ضمان العدالة الاجتماعية وضرورة التوجه نحو الدعم الموجه. موازنة 2021 بلغت حوالي 18 مليار دولار، وفي سنة من 2012 إلى 2017 تجاوزت 3250 مليار دينار جزائري. معناه سنويا معناه الإشكالية أن أموال ضخمة تضخ في جانب التحويلات الاجتماعية، لكن في حقيقة الأمر لا يستفاد منها فقط الأسر المعوزة، بل شمل الدعم هذا الاجتماعي المستثمرين، المقاولين، أصحاب الأجور المرتفعة. وبالتالي أرادت الحكومة من في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي نعيشها أرادت أن تقوم بترشيد النفقات. هذا القرار إن تم تطبيقه سيسمح على الصعيد الميزانيات بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف: أشكال الدعم والتعويض، وكذا المساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط.